السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثانوي، طبعا احنا بنعمل فيديوهات زي ما بننبه كل مرة عشان نشوف فيديو معانا أول فيديو يشوف، يعني ده فيديو تأسيس بس مش أكتر، بنعرف الفرق بين الأزمنة وبعضيها، لكن الزمن كله على بعضيها هتلاقي فيديوهات في قائمة السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لكن ده فرق ما بين الحاجات الصعبة في كل زمن. هناخد هذا زمن اسمه زمن المستقبل المستمر. المستقبل المستمر اللي هو وبي والفيرب زي دي اي ان جي. يعني ايه مستقبل مستمر؟ يعني حاجه هكون بعملها بكره او بعده في وقت معين. طيب ليه يعني كلمات بتساعدنا نختاره؟ اه طبعا ليه. بيقول لي مثلا تومورو غدا بكره ات 7 كلوك، بكره الساعه 7. ده بكره مش بكره بس، لازم اديك ساعه. يقول لي اي ويل بي واتشينج ذا ماتش، حابب اتفرج على الماتش. انا هبقى عارف نفسي في الساعه 7 في الوقت ده هكون بتفرج على الماتش. طب مثال تاني يقول لي مثلا تومورو غدا ات 8 كلوك، بكره الساعه 8 اي ويل بي دوينج، هكون بعمل ماي هوم ورك. هكون بعمل الواجب، انا عارف نفسي بكره الساعه 8 هكون بعمل الواجب بتاعي. طيب دي اول واحده. خش على الثانية، رقم 2 بتدل على المستقبل مين؟ المستمر. لما يقول لي مثلا تومورو غدا بيديني معاها مثلا فروم من الساعة كذا تو الساعة كذا، في الفترة دي أكيد بعمل حاجة. يقول لك مثلا تومورو غدا أهي تومورو فروم 4 تو 6 أي ويل بي بلاينج، هكون بلعب فوتبول. بكرة من الساعة كامل الساعة كامل من 4-6 في الفترة دي الساعتين دولة وهكون بلعب. بطلت؟ لا، هكون مستمر في اللعب. طيب رقم 3 ساعتي يقول لي this time tomorrow. يعني كلمة this time tomorrow دي زي دلوقتي بكرة، زي دلوقتي يعني انت تكون بتحكي ولك في الوقت ده، لو انا مثلا الساعة 5 بكرة زي دلوقتي الساعة 5 هكون بعمل كذا، فانت هتلاقي جملة زي كده ويقولك this time tomorrow زي دلوقتي بكرة I will be مثلا traveling، هكون مسافر، هبقى مش قاعد مسافر. لما يقولي مثلا this time زي دلوقتي next year السنة اللي جاية I will be building، هكون ببني my house. انت بكده ما عارف نفسك ان في الفتره دي السنه الجايه زي دلوقتي مثلا احنا في شهر 10 11 زي ما يكون الشهر، فانت هتكون بتبني بتاعك شغال تمام كده. طيب ساعات برضو المضارع المستقبل المستمر بيجي مع حاجه اكون عارفها زي مثلا يقول لك دونت فون علي ات 5. ليه ما تسيبش الساعه 5؟ قال لي هي ويل بي سليبنج. ايه معناها دي؟ هيكون نايم. انا عارفه في الفتره دي، انا عارف جدوله البروجرام بتاعه الساعه 5 يبقى نايم، فانا كده مش هكلمه، ماليش دعوه بيه، سيبه نايم، يعني ماليش دعوه بيه. يبقى احنا كده خدنا المستقبل المستمر اللي هو ويل وبي والفيرب زائد اي ان جي بيجي مع الكلمات دي اللي هي تومورو غدا ومعاها اي ساعه، بيجي برضو تومورو غدا وفروم كذا تو كذا، بيجي مع كلمة this time next week أو next year أو tomorrow، بيجي مع التخطيط أو الخطط اللي أنا عارفها زي الجملة اللي فوق دي بالظبط. فده كله هتاخد معايا مين حضرتك؟ ها will وبي وفيرب زائد ايه؟ اي ان جي، وده اسمه مستقبل مين؟ مستمر. طب ايه الفرق بين المستقبل المستمر والمستقبل التام؟ المستقبل التام ده بيتكون من will و have والتصريف الثالث للفعل. طب الفرق بين المستقبل المستمر والتام؟ المستقبل المستمر حاجه هتحصل في المستقبل وتكون مستمره، لكن ده حدث لابد ان يتم في المستقبل، يعني حاجه لازم تحصل في فتره معينه في المستقبل. طب يا مستر ايه الكلمات بتاعته؟ اول كلمه اسمها باي. لو اداني باي تومورو، يعني باي تومورو قبل الغد، او باي نكست ويك قبل الاسبوع اللي جاي،
أو باي 2030 2030 أي واحدة من دول هاخد معاها ويل ومين تاني هدول إيه هناخد ويل وهاف والتصريف الثالث لمين للفعل زي الجملة دي اللي باي 2030 I will have built هكون بنيت my house. أنا عارف نفسي الفترة دي هكون خلصت البنى بتاع البيت بتاعي. ليه خدنا هنا will have والتصريف الثالث للفعل؟ عشان في كلمة مين هنا by 2030. طيب رقم اثنين كلمة 10 مثلا years from now أو 3 months from now أو مثلا 2 weeks أي حاجة زي كده from now. إيه دولة؟ يقول لك 3 أسابيع من دلوقتي، 5 سنين من دلوقتي، 6 شهور من دلوقتي. ده كله هتاخد معاه will و have والتصريف الثالث للفعل. ده اسمه مستقبل مين تام، ودي حاجة أنا هكون عارفها في خلال 3 سنين هكون عملت كذا. زي الجملة دي يقول مثلا 5 years from now 5 سنين من دلوقتي I will have هكون traveled سافرت abroad في الخارج. أنا عارف إن أنا هكون في خلال 5 سنين مسافر مش هبقى قاعد. أدي will have اهي و traveled. ليه خدنا will have traveled هنا؟ عشان هنا مين عندي؟ نلاحظ اهو اللي هي مين 5 years from now خدت معاها will و have و traveled بين خلاص الجملة بتاعتي اهي. دي رقم كام؟ 2. طيب رقم 3 يا مستر، رقم 3 اللي هي مين عندي؟ بيقول لي before tomorrow. يعني ايه before tomorrow؟ قبل الغد. ايه تاني؟ before next week before سنة 2030 برضه هناخد معاها will و have والتصريف الثالث للفعل. طب يا مستر ازاي يعني؟ يقول لك اهو before tomorrow قبل بكرة ما يجي اللي هو النهاردة يعني هكون عملت انا I will have done my homework. هكون عملت الهومورك بتاعي امتى؟ قبل بكرة. يعني قبل بكرة ما يجي لازم النهاردة اكون مخلصه. ادي will have done وادي كلمة before برضو بدل على زمن مين؟ المستقبل. طيب ايه تاني؟ رقم 4 بيقول لي in 5 years time في خلال 5 سنين in 3 weeks time في خلال 3 أسابيع in 2 days time في خلال كم يوم؟ يومين. أي واحدة من دول برضو هناخد will و have والتصريف التالت لمين؟ للفعل. زي ما أقول لك كده هو in مثلا 2 days time في خلال يومين I will have bought هكون اشتريت my car العربية بتاعتي. يبقى أنا عارف إن في خلال يومين هكون مشتريها. الكلمات اللي قلناها دلوقتي دي اللي هما مين هما؟ نقولهم تاني بسرعة كده 4 كلمات. مين هما؟ مع بعض نقولهم كده. أول واحدة مين هي؟ باي ومعها أي حاجة في المستقبل. 2 بيفور وأي حاجة في المستقبل. 3 إن تايم في خلال 3 كذا في أي حاجة في خلال 3 أسابيع في خلال 3 شهور في خلال كذا. رقم 4 اللي هي 10 كذا from now. بالشرط طبعا 10 ممكن يبقى 5 4 3 أي واحدة من دول هناخد معاها يا إما will و have والتصريف الثالث للفعل يا إما will و have و been والتصريف الثالث للفعل. إيه الجديدة دي بقى؟ في ناس خدت بالها أهو، في ناس بصحصحها قال لك إيه بين دي؟ ده بيجي في المبني للمجهول وده في المبني للمعلوم. هتقول طب إيه مجهول ومعلوم؟ بص الجملة دي يقول إيه؟ by tomorrow قبل بكرة ما يجي I will have done my homework هكون عملت الواجب بتاعي. لكن لو قال لي هي الجملة وقال لي by tomorrow قبل بكرة ما يجي قال لي my homework بص دي بقى will have been done. ايه خدنا will have been done هنا؟ انا هعمل الواجب لكن دي الواجب حيت عمل. مثال تاني تقول لي مثلا ايه
5 years from now, 5 سنين من دلوقتي, I will have built my house. هكون بنيت البيت بتاعي. مين اللي بنى البيت؟ أنا. شايف هنا؟ I فاعل. هبني مين؟ البيت. دي معلوم. تمام كده؟ لكن لو نفس الجملة هنا وقال لي 5 years from now, 5 سنين من دلوقتي, وراح قال لي my house, البيت بتاعي, اكيد طبعا هيبقى ايه؟ will have been built. ايه معنى الجمله دي؟ في 5 سنين بتاعي البيت هيكون اتبنى. مين بناه؟ ما قاليش مين, بس قال لي هيتبني. فدي خدنا هنا will have been والتصريف بتاعت الفعل, عشان دي هنا ايه حضرتك؟ مجهول, يعني اللي بنى البيت مش موجود, فدي مجهول حسب الجمله اذا كان فاعل ولا مفعول. بتشوف اذا كنت انا عملت كذا يبقى دي معلوم, كذا تعمل يبقى ده مبني ايه؟ للمجهول. اتمنى تكونوا عرفتوا الفرق بين المستقبل المستمر والمستقبل مين؟ التام. ناكد على معلومه بسيطه, ان المستقبل المستمر حاجه هتكون في المستقبل وتكون مستمره في وقت معين, المستقبل التام حاجه لازم تتم في فتره معينه في المستقبل ولازم تخلص. طبعا بعد ان شاء الله عشان واحد يقول لك ان شاء الله ممكن ما تحصلش, ممكن تحصل ممكن لا, بس بقول ان شاء الله خلال 5 سنين هكون عملت كذا. فده بناخد ويل هاف والتصريف التالت للفعل. مع تحياتي لكم مستر محمود فهمي, واستنوني في فيديو جديد من قواعدنا وتاسيس الانجليزي بتاعنا لطلبه ثالثه ثانوي واولى ثانوي وثانيه ثانوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.